السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الرز بالحوت اللي مشوي في الفران، كيجي لذيذ بزاف بواحد الطريقه بسيطه وسهله ودغيا كتحضر، ما غاديش تاخذ لكم الوقت نهائيا. نشوفوا الحوت ديالنا كيفاش كيجي، والرز غادي نعطيكم الاسرار باش الرز يجيكم معزول حبه حبه. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي معزول. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم وتجربوا الوصفه ديالي. ما كرهتش البنات كلكم تحطوا لي تعليقات ديالكم، الراي ديالكم في الوصفات ديالي، وكذلك تبارطاجوا الفيديو. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش ديروا هذيك لايك، راه حيت مهمه بالنسبه ليا بزاف. غادي نخليكم دابا تشوفوا معايا الفيديو، فرجه ممتعه. غادي نزيد الملح، غادي ندير الملح بحسب الروح صافي. غادي نخليهم يتشفروا واحد شويه مزيان. غادي ندير حوت مشوي في الفران، ممكن نفس الطريقه وتشويوه في ديرو في بابي الومنيوم وديروه فوق المجمر. المهم انا غادي نديرو في الفران بحال هكا. تاخذوا اي نوع ديال الحوت متوفر عندكم وكيعجبكم. غادي نخليه على جنب. هانتوما كيفاش حليتو. هنا غادي ناخذ زلافه، غادي ندير فيها شويه ديال البزار، شويه ديال التوابل الخاصه بالسمك، غادي ناخذ شويه ديال الهريسه اختياريه، وممكن ديروا الكميه اللي بغيتوا. غادي نزيد شويه ديال عصير الحامض، وممكن البنات فقط تبلوهم بشويه ديال الاعشاب منسمه، شويه الملحه، وشويه زيت الزيتون صافي، وشويه ديال الثومه. غادي نزيد شويه ديال الزيت العادي اولا زيت الزيتون اللي متوفر عندكم، شويه ديال الملحه. غادي نزيد شويه ديال الثومه، صافي. وغادي نخلط كلشي مزيان مع بعضياتو. هذه هي التتبيله اللي غادي ندير في الحوت. هنا غادي ناخذ الحوت من بعد ما غسلته مزيان وصفيته، غادي ندير ندهنو مزيان بهاد التوابل. غادي نحاول ندهن حتى هاد القشره ديالو اولا هاد الجلده ديالو. البنات راكم عارفين الحوت تيطيب دغيا، داكشي علاش غادي نغطيه ونخليه حتى يقرب الفطور ان شاء الله. دابا راه يلاه الوحده، لا الجوج دابا يعني يلاه الجوج، غنخليه حتى تبقى ليه ديك ساعه ديال الفطور وغادي نديرو يطيب. ما كثرتش كميه الحوت حيت ماشي كلشي كياكل الحوت. المهم انا هذه هي الطريقه اللي درت معكم. دابا غادي نمشي نرافع ندير الرز اللي غادي نرافعو مع هذا الحوت هذا. دابا غادي ندوز الرز. هنا عندي طنجره غادي ندير فيها الزيت، كنكثر شويه ديال الزيت. غادي نزيد عليها واحد البصله مشلضه، غادي نزيد شويه ديال الثومه، غادي نضيف هنا الرز من بعد ما غسلته مزيان حتى ولا الماء ديالو شفاف وخليته مرقد في الماء واحد الساعة تقريبا. هنا عندي واحد الضامة ديال الربيع، غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال التوابل السمك. ممكن الا ما عندكمش تكتفيو غير بالتحميره، خرقوم بلدي والكمون. انا واخا درت توابل السمك غادي ندير هاد التوابل الفرن، درت خرقوم بلدي التحميره، نزيد شويه الكمون، وعندي كذلك شويه ديال البودره ديال الكروبيت اختياريه حتى هي.
غادي نزيد شويه ديال التحميره المدخنه. غادي ندير شويه ديال الصوص صوجا، شويه ديال الصوص المحار، ممكن ديرو غير صوص صوجا صافي، غير شي شويه ما غاديش نكثر. صافي غادي نخلط كلشي مزيان. هادو هما المكونات ديال هاد الرز، كنخليه وما يتشحر وعاد غادي نضيف الماء. دائما البنات بالنسبه للماء كنضيفوا كميه ديال الرز والضعف ديالها ماء، ولكن الا كان عندكم الرز كيتعجن ما ديروش الضعف كامل الماء، يعني غادي ندير غير نغطيه بالماء وصافي. صافي دابا غادي نغطيه ونخليه يطيب، راه دغيا غادي يطيب. صافي البنات الرز من بعد ما طاب كنطفي عليه وكندير واحد السربيزه في الغطا وكنخليه هذيك الماء اللي كيكون زايد كله كيتشرب وكيجي معزول. هانتوما شوفوا شو ما كيتعجنش نهائيا بهذه الطريقه. صافي دابا غادي نحطو في طبق قديم. هانتوما شوفوا غادي نحطو دابا في طبق قديم. وهذا هو الحوت البنات من بعد ما طاب في الفران، هانتوما راه كيطيب دغيا دغيا ما كياخذش الوقت نهائيا. ممكن تحطوا الحوت بوحدو والرز بوحدو او ممكن ديروا بحال هكا بحال هكا. وغادي نزين بشويه ديال الربع. صافي هذا هو الطبق ديالنا الاخر، كيف كتشوفوا كيفاش كيجي وكيجي لذيذ في نفس الوقت متكامل. غادي نسد معكم هذا الفيديو حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وصفات جديدة باذن الله. نخليكم في امان الله.